السلام عليكم، كنتمنى ان شاء الله تكونوا في احسن حال وبصحه جيده يا ربي. اليوم ان شاء الله جاتني فكره، انا وماما كاينين في الدار، جاتنا فكره نديرو السرديل هكا معمر، لكن الصراحه انا ما كنديروش مقلي، كنديرو على واحد الطريقه انا غادي نشاركها معكم وتبقاو ديروها دائما. فالصراحه كيجي زويون وكيجي غزال وما كيجيش حتى شارب داك الزيت، وفي نفس الوقت يعني كتكون سرديله معمره مع سرديله في وسطها كاين الربيع ودوك التوابل اللي كيجي، صراحه كتجي غزاله وكتجي هائله. نبداو على بركه الله، نوريكم المقادير وطريقه التحضير كيفاش. فبالنسبه للمقادير كيف قلت لكم اللي غادي نحتاج انا في هذا الحوت ديالي، اللي هو بنفس الطريقه ديال السردين اللي كيتقلى كيكون معمر وكيتقلى. فبالنسبه لي انا اليوم ما غاديش نقليه، لان صراحه في الزيت ما كيبقاوش فيه دوك لي فيتامين ديالو، فغادي نديرو في الفران. وقلت علاش لا ما نشاركوهاش معكم. فنبداو على بركه الله نوريكم الطريقه كيفاش. بالنسبه للسردين ديالنا عادي كتنقيه عادي بحال غديري وحده على وحده كيف موالفين. عندنا الخرقوم، البزار، بالنسبه لهاد التوابل هادو معلقه معلقه صغيره على حسب الكميه اللي متوفره عندك ديال الحوت. قلنا الخرقوم، البزار، التحميره، الكمون، سكنجبير والملح والثومه والربع. وبالنسبه اللي غادي نفرش انا في سميشو ديالي في المول، غادي ندير بصله ترونش، والفلفله غادي نزوق بها من الفوق حمراء، وفلفله خضراء والحامض. نبداو على بركه الله نوريكم الطريقه. فبالنسبه للمقادير كيف قلت لكم، صافي انا غادي ندير واحد شويه ديال زيت الزيتون، اي واحد شويه صافي. وغادي ندير الثومه ديالي، وغادي ندير الربع صافي. وغادي نحرك المقادير صافي. من بعد غنبقاو نهزو الحوت ديالنا، غادي نشرملوه كامل. باش كامل يهز ديك القامة ديالو. الصراحة هكا بهاد الطريقة هادي كيجي زويون، كيجي غزال، كيجي رائع، وكتحافظي حتى على المواد اللي فيه. كيف كنعرفو السردين يعني راه فيه لي فيتامين بزاف، ولي فيتامين يعني اللي هي مفيده بزاف. فمن بعد كما شفتوا غنديروا في الجنب، وغادي نجيب ديك البصله ديالي غادي نسرحها في الطاوه اولا هكايا مول ديالي، ولا المهم نتوما فين غادي تطيبوه بهذه الطريقه هذه صافي. بهذه الطريقه هذه صافي. وغنجيبو السرديل ديالنا ونبقاو نصايبوه. بغيتو ديرو هكا ديرو هكا، اولا ديرو هكا هكا وتمشيو الطريقه اللي بغيتو نتوما. بالنسبه لي انا فانا غادي نكتفي بهذه الطريقه هكايا. صافي من بعد غادي نجيب الفلفله ديالي صافي، ونبقى نزوق بها صافي. كيف كتشوفوا بهذه الطريقه صافي. وغنجيب الحامض ديالي، يعني بالنسبه للحامض فهو غير تزيين ماشي يعني صافي. فبصراحه بهذه الطريقه هذه فكنطيبوه وكنحافظوا على الفيتامين ديالو. كيف كتعرفوا سمك السردين يعني متوفر واحد الكميه كثيره ديال الحديد، فبالنسبه للناس اللي عندهم فقر الدم واللي كيعانيوا شويه من الحديد ما عندهمش في الجسم ديالهم، فننصحهم يعني بالسردين فهو صراحه مفيد وزوين بزاف. صافي دابا من بعد ما ساليت صافي غادي ندخلو الفران يطيب، ومن بعد نوريكم الشكل ديالو. فهذا هو الشكل النهائي ديال السردين ديالنا اللي معمر. و كيف كتعرفوا هاد الطريقه هذه يعني اغلبيه كيديرها مقليين، فانا قلت علاش لا نغيرو شويه، لان الصراحه فاش كديريه في الزيت ما كيبقاش فيه دوك المنافع اللي كتكون في لي فيتامين ونسبه ديال الحديد اللي فيه، وهذه كلها كتولي مسمومه. فنتمنى ان شاء الله الطبق ديال اليوم يعجبكم وديروه بالصحه والراحه. الى فيديو قادم ان شاء الله.